أنا اليوم بعمشيت عند مسيو بول سليمان، أكتور إي بانتر، بالأتوليه تبعه. مسيو بول عم يقرأ بمكتبه. شوفوا الأتولي شان دو باتاي، لأنه فنان يعني إبداع، مش واحد أنه شخص قاعد ما بيعمل شيء، عم يشتغل على طول، بده يطلع إنتاج يعني. هيدا دور بده ينعمل، بده ينعمل فيلم. نعم يا بي، طعمه بالإيمان، طعمه بالإيمان، طعمه بالمحبة بيرجع بزهر. حلو أرحمنا. مستعملين الدارج والعربي الفصيح، وخرجوا من بيت أبي، خرجوا من بيت بيي، أزبط. عملتوه مغارة للصوص، نصوص كلها. شفت انا متنوع، متنوع مش معناتها بالمفهوم اللبناني. ماناش لو حكيت عربي يمكن الفيديو يترجموه الانجليز، فرنسوية، طليان، ايران، ما بعرف. مش معناتها مليون بطيخة، بيقولوا حمل مليون بطيخة، لا، هيدي قدرة من عند ربي تتنفس بعدة اجزاء، بعدة قطاعات، ممكن قطاع الرسم، ممكن قطاع المسرح، تلفزيون، سينما، أفكار، الفلسفة اللي هي مهمة كتير. هلا بنقشع عدة مواد وعدة أشغال هوني بيضيع الإنسان، وأكيد أنا بعتز إني يكون ابن الثورة، يعني ماني مش كلاسيكي بشغلي. الثورة نفهمها مش معناتها التدمير على جميع الأصعدة، مش الثورة السياسية فقط أو الوطنية. في ناس قطعوا صور بالفكر، صور بالثقافة، بالفلسفة، بالزراعة، بالصناعة، بالتجارة، بنقشع من جميع القطع. حتى نوع الدهان ما بيهمني، أي نوع بنتون مواد ما بتهمني، أي مواد عم تجي مطلق شغلة بتلاقي بصيرة شيء تحفة فنية. ما أنا أول ما فت لعندك لاحظت هالشغلة، أنه من مشي عم تعمل قطعة فنية. هلأ منه البوتري هيدي بعد ما اشتغلت شي فيها، ولكن بالاشغال الارتيزانال، الاشغال اليدوية حتى، بدخل جزء الفلسفة. مثلا هلا عم حضر وحدي مرة لقطة جرة، هاي جرة رح اشتغل مرة لقطت عليها، هيك انا بحب الشغل. هلا عم بعمل اشياء كمان وكأنه السمك الفوسية، هذا اللي بيفتحوا الحجرين بيلاقوا سمكة مطبوعة محجرة، هولي زيت شي، بس مش لغش الناس. هذا هو العشاء السري، بس بنعمل شو مكان كتير حلوة، برمان شو مكان عليه، مش ضروري كل شيء أداسي عنا أو بس هيدي ضد النش هاي المادة. أيوة الحلو فيها أنه خفيفة بالوزن يعني، ما في يعملها لأنه إذا لحق وحرقها، لأنه حريق ما في يغلط، يعني بده يكون واسع كتير كتير من شغله. ومش عم بقول وحدي بدني، بس ليل اللي بيقدروا بهالثقة محل ما يحرق هيها، لأنه ما فيك تعيدها لعن بقى، ما بتتغير، ما فيها أي غش. وبسألك على القطعة الفنية وريك عم تدي للمرحوم، مش هيدا الحمراء؟ هلا عم بعمل بورتريت كتير يعني، المرحوم بشارة كرم اللي بيعرفه، يعني مرجع بعم شيت أكيد. والبابا يمكن سيف مطعم يحشي، ميرسي، بيعرفه. قطعة عم بشتغلها، عم شو بترمز؟ ليدي جوديفا، قصتها كتير حلوة يعني، بس ما فينا شغلة دغري. بقى أنا بشتغل إشي بوصوني عليها، وإشي بتطلع مني أنا. هيدي موصيني عليها، قصتها كتير حلوة يعني، ليدي جوديفا. شو أعدمو؟ أميرة حبوها كتير الناس، قد ما زوجها بيحبها غار عليها، طلب منها تطلع على حصان عاري وتمشي بالشارع. هلا قد ما حبوها هو تيزلها، لانه حبوها الناس اكثر منه. شوف البروسيسيون، هذا البروسيسيفتي الامتلاكيه شي مشعه.
قد ما بيحبوها الناس سكروا ابوابهم وشبابيك تما يشوفوا عارية على الحصان. قصة رائعة كتير هيدي. طلع منها شوكولاتة قديمة بلجيكي. مزبوط. بدي اسألك شو هذه القطعة هون عم تعملهم محطوطين هيك كأنهم في هودي خشب انا عم زد لهم منه عن جي اعلام منه عن جي صور عليها وي. بس السر اليوم اللي بدي اطلقه هو هيدي هالشي. وشو هي هيدي؟ يعني ما بسترجي اقول عن كل شيء سوري مش منع عن السرقة لانه كمان انت يعملها الواحد كأنها علبة مخ. هودي علب كرتون روسيكلي محشيين رمل مبينة تقيلة. وشو رح تشتغل عليها؟ بيشتغل شو ما كان وبيرجع برس بابيين كان وضغط له يعني شو ما كان في يشتغل. هلا هيدي الأقوى كمان مما كان بيقدر يشتغلها. هودي شو قد ما بدخن هيدي أنا بكبريت مهم كتير يعني من الريسيكلاج عم تعمل يعني شي فني شو بصيره إذا شكل صغيرة شو بصير عليها ما بعرف ما فيك. وعم بقشع كمان بالأتولية تبعك كتب بطلع بتشوفه لأنه حضرتك كمان بالمسرح يعني واحد بده يقرأ بيطلع. حبيت كتير عندك المكتب رح فرج المكتب كمان. أول شيء ممنونك هاي سينا نقولك لازم بلدك لا أنه ممنونك أنه رضيت تجي وفعلا تصور لأنه أنت منك إنسان عم تعمل دعاية ولا أنا حابب الدعايات أكيد لا. بس تتبس شو عنا قدرات بهالوطن الضايع. مرسي مسفون. والشارع برا اللي يونيك بلبنان يعني حدا يعمل شارع هيك كله لوحات فنية رح صوره هلا. بس تقلك انه ما بينعمل لانه البيوت بالبيت الله يرحمه بيت كرم نعم شارع كرم وعائلته بيتنا البيت اللي انا مستأجره من الوقف بيت كمان ابنه لمشوف شارع كرم وبيت جدي لاصحاب انتو يهم يعني فريدريكا الله يرحم خيرنا هذا ترديو انا حطلن على الحجر وعلى تصويناتهم لوحات هي بور اورمونتي تزخرف هالشارع اللي هو بس كثير حلو هالشارع